جماعة الخير، أولا إذا وصلكم أي شكوى بالنسبة للفرن، إنه الشعلة العلوية للفرن، الشعلة العلوية للفرن تطفى أثناء إغلاق الباب. فماذا هي الطريقة؟ الطريقة الأولى يجب علينا أن نتأكد إنه الفرن أو الصمام شغال ولا. صمام قصدي هو هذا خلف المفتاح، هذا اسمه الصمام. فيا ترى هل المشكلة في الصمام أو في المفتاح البلاستيكي أو في مكان آخر؟ فلذلك أولا يجب علينا أن نتأكد ونعمل كالتالي: نفتح الفرن ونشغل الشعلة العلوية بالكبسة طبعا، وثم نشغل الشعلة السفلية والعلوية في آن واحد، ونخلي الباب مفتوح بهذه الطريقة لمدة 3 أو 5 دقائق. إذا تأكدنا أنه كلا الشعلتين الفرن السفلية والعلوية بتشتغل بدون انطفاء مع الرغم أنه المفتاحين شغالين وبأقصى مستوى، فإذا اشتغل الفرن بدون أي مشاكل يجب علينا نغلق الباب. ورا ما نغلق الباب إذا انطفى وخاصة تطفى الشعلة العلوية يجب علينا أن نتخذ المراحل التالية: أولاً اطفي الفرن، ثانيا تأكد هل يوجد منظم غاز راكب على الانبوب دخلة الغاز الاساسي ولا لا. اذا لم يكن راكب فهناك مشكلة بسبب الضغط الذي يدخل بدون الصمام او بدون الساعة سوف تكون عالية جدا، مما يسبب الى طول اللهب ويسبب الى انطفاء الشعلة. فهذه المرحلة الاولى. لا حاليا اذا كان ضغط الغاز على 100 مثلا على 90 ما كان مركب الساعه. برد الشعله، الشعله تطلع خارج مقاره. شمد بك ال 15 ان اوردر عليه يوك يعني صورته الشان دو ميه باسيو او يوزن غاز كيلو. حتى بعيد عن الصمام، شوف الصمام ما يشتغل، يقول لك ما يشتغل الصمام، ما هو فاصل الساعة. ساعة ما في ضغط الغاز كبير. هاي وصلنا مباشر مثل ما عم نشوف، الغاز مباشر موصول على 100 ملي بار، غاز 100 ملي بار. والجهاز ما عطينا تقريبا 100 تكرار. الحين ركبنا نحن المنظم الساعة. منظم الساعة اللي هو حسب المواصفات الأخيرة الأساسة. 50 ملي بار كويس. اشتغل الشعلات نظامي، صارت تلامس الصمام بشكل طبيعي كويس، وشوف معروم على الضغط انه هو 90 ملي بار. فهي نصيحة يا جماعة، لا حد يفك الساعة اللي مركبها في الجهاز مثل ما نشوف النار لامست الـ FFD. في ناس تبحث عن شعلة قوية تفك، بأن على أساسها تبغى تفك شعلة الغاز، عفوا الساعة، فلما تفك الساعة يصير الشعلة غير منظمة، يفصل الصمامات الأمان، يقول لك مو شغال الفرن لأنه ما قاعد يجي غاز، طبعا لأنه مو شغال صمام الأمان. فبعدما تأكدت من أن المفتاح والحنفية شغالة تماما وتأكدت أنه منظم الغاز الساعة راكبة، إذا كلا هذه الحالتين لم تفيد لحل الأزمة والمشكلة يجب عليكم أن تفتحون خلف المنتج عبر هذه البراغي وتزيحون هذه الغلاف الخارجي، وهنا في الداخل سوف تلاحظون انبوب ألمنيوم ربما يتحرك بسبب الاهتزاز والنقل والشحن والتفريغ والتنزيل، فهذا يجب أن تضبيطه وإرجاعه لوضعه الطبيعي. وتجربة الفرن مرة آخر اشتغل وبلش النار تطلع هيك وتطفي، تطلع هيك وتطفي، تدور على مثل على أكسجين على قصده، فيكون البوري الأساسي بعيد عن الفالة. تعال تفرج مثلا زيت دقيق وشوف الفالة، هي عرفت علي؟ هاي هي الفالة، فهون مسافة هاي تفرج هيك يصير. هاي أنا عندك مشكلة، تعال تفرج هون، مش هيك صفر، اسحبها ورا شوي، هيك صفر لازم تكون. انت هاي فيها بعض الأخطاء الشائعة، هالشكل لازم تكون. وش اللي خليه تروح قدام؟ مثلا التحميل والتنزيل، عرفت علي؟
Şunu da rica. Şurada iki tane vidası var. Tamam mı? Tamam. Bir de şurada bir tane vida var. Tamam. Tamam mı? Öyle mi cirayı? Eğer ki bunlar gevşek takılırsa, vidalar gevşek bunlar veya bu gevşek olursa, o zaman brülör bu tarafa doğru gelir. Bak. Gelir. Yani şu, şu saç var ya şu. Evet. Şu tamam, bunu kırmızı, öne çektirir. Şey ama yani, sen bunu ittirip bu vidaları o şekilde sıkarsan, o zaman yani ne yapacak adam? Şunu gevşetecek şu vidaları. Evet. Tamam mı? Bunları gevşetecek. Ondan sonra bunu ittirip vidaları öyle sıkacak. تدخل جوا وبعدين بترص ال وثم إزالة هذه البرغي وثم إزالة هذه القطع المعدنية التي تأتي من هنا وإلى هنا الصينية السفلية فيجب عليكم أن إخلاعها وإشغال الفرن السفلي والعلوي في آن واحد وانتظار الباب نص مفتوح لمدة 3 دقائق ثم إغلاقه في هذه الحالة أكيد الموضوع سوف ينحل من جذره وشكرا أربع فتحات على اليمين وأربع فتحات على الشمال في فتحتين من فوق ولكن بالمثقب يتم إزالتهم لزيادة التهوية للتأكد